مرحبا جميعا بفيديو جديد لليوم. كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. انا كثير اشتقت لكم. اول شغله بدي اقول هي انا زعلانه لانه عم تحضروا وفي منكم ما عم يعملوا شير للفيديو، ما عم تعملوا لايك، ما عم تحطوا كومنتس، ما عم تعملوا سبسكرايب ولا شيء من هيدول. هاي اول شغله. ثاني شغله بدي اقول لكم هي انه اليوم الفيديو مؤثر شوي. مؤثر بس من اي ناحيه؟ مؤثر من ناحيتي انا وانتو، لا ما بعرف اذا حتتاثروا انتو كمان ولا شيء. اوكي، بس انا الفيديو هيدا مؤثر بالنسبه لي لانه انا حطيت على انستغرام ستوري وسالتكم فيها اذا انا متت شو بتقولوا عني. ففي كتير منكم كتبوا لي، من رفقاتي ومن متابعيني ومن كذا شخص بعتوا لي اشياء. في منهم بعتوا اشياء بتضحك وفي منهم بعتوا اشياء مؤثره. فخليكم معنا لنشوف شو كتب. عندي شخص بيقول الله يرحمك وفيس عم يضحك. عن جد الله يرحمني، الله يرحمني، شكرا لك تعيش. شخص تاني بيقول لي نيالة سبقتني، بده يقول العالم شو نيالة سبقتني، يعني انه انا سبقته ومتت قبله. شفت؟ ما كان لازم انا موت قبل، انت لازم كنت تموت. في وحدة بتقول لي منقول الله يرحمها ما كانت تعرف تكتب عربي، كانه الظاهر انا ملخبطة بالعربي بالكتابة وكاتبة هيك عادي مش مشكل بتقبل، اصلا انا باللغة العربية ما شاطرة ابدا بالكتابة. في شخص كمان بقول حنقول كنا بنتمنى انك توصل المليون سبسكرايبرز. او ماي جاد، عنجد يا ريت لو بنصير مليون، يا ريت. وبعدنا 3000 ما صرناش. في بنت صغيرة بتقول كانت خفيفة ظل وكتير مهضومة وعندها طموح. مرسي لك كتير كتير كتير. كمان شخص عزيز على قلبي بيقول هاي ميمي فلوجز بتحب العالم وبتهتم فيهم كتير اكتر من حالة. صح، انا بحب العالم دغري وبهتم فيهم كتير 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 اكتر من حالي. شخص صديقي صديقتي بتقول amazing best friend you are amazing too I love you why so serious. اوكي ننتقل. كمان شخص بقول اختي التانية. شو بلشنا؟ احلى عالم بالعالم، بعيد الشر عن قلبك وعمرك وروحك. اوكي مرسي مرسي مرسي، انت كمان اختي حبيبة قلبي، انت عرفتي حالك دغري، والاميزنج بيست فريند كمان عرفتي حالك. اوكي شخص بيقول لي واخيرا خلصنا، هلا اليوتيوب صار حلو. طيب طيب حاطلع على السويت شخصيا كربال هاي الجمله. شخص بتقول بقول لك اتعلمي عربي منيح قبل ما تموتي لانه ولا مره كتبت شيء صح. قصدي انه ايه، طيب انه ما شاطره انا بالعربي، خلص بتعلميني. ها شخص مهضوم بقول لي بناكل لحمه بعجين. والله طيبين لحمه بعجين، انا بحب اللحمه بعجين. لك بتاكل عني وعنك. اوكي شخص بقول لي كانت يوتيوبر وفيسس عم تبكي. ايام اجوا ياخذوني. صح
يا ريت يعني ان شاء الله يا رب تكبر مهنتي باليوتيوب عن جد، لانه فعلا هيدي حلمي. ان شاء الله تكبر، عشان انا بعتقد الشخص الوحيد باليوتيوبرز اللي ممكن يضل يرد، مش ممكن، حيضل يرد على الفانس، ما راح يتكبر، ما راح يعمل اي شيء يزعج الفانس. شوفي بعد شخص بيقول اول شيء بعيد الشر، ثانك يو. تاني شيء اهلا بنوت، عن جد عن جد ميرسي. في كتير ناس بتقول عني ان انا مهضومة، فعن جد انا مهضومة. اذا عن انا مهضومة حطوا تحت بالكومنتس هاشتاج ميمي مهضومة. شخص بقول كتير بتحب شغلة، كتير بتحب شغلة، صحيح انا هيدا الشيء كتير بحب شغلي، اي شيء عندي اياه، اي شيء بشتغل فيه من قلبي من قلبي من قلبي، فعلا فعلا فعلا. شخص بتقول وحياة الله بقول انك اطيب واحلى انساني، عن جد مرسي لك، مرسي لك، وانت كمان اطيب واحلى انساني بالعالم. واحدة بتقول كانت طموحة، صح انا كتير طموحة. كمان شخص بعيد بقول تعملوا لحم بعجين وبليز بدي شوية حامض زيادة، تكرم عينك. اهم شيء اللحم بعجين. عندي شيء فوق 30 شخص كاتبين لي بس لحم بعجين، لحم بعجين، ناكل لحم بعجين، لحم بعجين مع زيادة حامض، لحم بعجين مع لبن. انه اوكي شوقتوني للحم بعجين. كمان عنا اخر شخص ختامها مسك بيقول اول شيء بعيد الشر يا دبي، هل انا دبة؟ تاني شيء I would say you're the nicest person I've ever met. I love you. عم تقول انه انا احلى انسانة هي تعرفت عليها وكثير بتحبني. Thank you. It was my pleasure to know you. And yes. حبيت اعمل هيدا الفيديو لأعرف أنا إنه أول شيء الأعمار بإيد الله، وما بنعرف نحن إمتى بدنا نموت، يمكن إسا، يمكن بعد شوي، يمكن بعد 100 سنة. بس حبيت أكتب هيدا الشيء وأسألكم وأعمل هيدا الفيديو لأعرف أنا الناس شو حتقول عني. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. بحبكم كتير كتير، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو أو الفلوج اللي بعده.